إسرائيل كانت تستهدف المصالح الإيرانية في سوريا وفي أماكن أخرى، بل استهدفتها في العمق الإيراني لمرات عدة، علماء نوويين إلى منشآت إلى تفاصيل أخرى، والكثير من هذه الأمور يعني لم تتبنى بشكل رسمي من قبل إسرائيل، ولكن كانت الرسائل واضحة في أن إسرائيل وراء هذه الأمور. واتسمت مواقف الجمهورية الإسلامية بشيء من الصبر لحينما استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وهي أراضي إيرانية، فكان يعد ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء. فجاء الرد الإيراني بعد طول انتظار 12 يوم، وسمعنا عروض إيرانية في أنه لو يصدر إدانة من مجلس الأمن قد تتنازل إيران عن حقها في الرد، أو إذا كان تتوقف الحرب في غزة مثلاً أو ما شابه ذلك. لم يتم الاستجابة لهذه الأمور فجاء الرد. أعتقد أن الإيرانيين بارعون دائماً في سياسة حافة الهاوية. الكثير منا لم يكن يتوقع أن يكون الرد من الأراضي الإيرانية مباشرةً، لكن جاء الرد من إيران وبوابل كبير من يعني مسيرات والصواريخ، ومنها الصواريخ البالستية. ولكن عوضت إيران عن انطلاق هذه يعني المقذوفات من الأراضي الإيرانية بأن تكون مسيرات تأخذ ساعات من الوقت للوصول، وإشعار دول المنطقة قبل 72 ساعة، لأن الهدف لم يكن هو التصعيد واتساع دائرة المعركة بقدر ما تثبيت حقها في الرد. وأعتقد هي حققت هذا التوازن الدقيق في أنها من ناحية أرسلت عدد كبير من المقذوفات وبعضها أصاب أهدافها، ولكن بالوقت نفسه أيضا أعطت فرصة لإسقاط الكثير منها لكي لا تتسبب بتصعيد واتساع دائرة المعركة. ولكن هل ترى يعني الرد الإيراني يرتقي لمستوى ضرب قنصلية السيادة أراضي بلد في دمشق، وأيضا فيما يتعلق باغتيال قادة مهمين، يعني مقابل الرد الإيراني الذي كان بالتأكيد بالمؤكد أنه لا يوجد أي قتيل إسرائيلي، ربما بالكاد واحد؟ بحسب تقديري الأمور لا تقارن بعدد الضحايا، المسألة تقارن بنوعية الفعل. هذا العدد الكبير من مسيرات وصواريخ كروز وباليستية ينطلق من الأراضي الإيرانية بشكل رسمي، ولعله منذ عقود طويلة إسرائيل لم تهاجم من أي بلد آخر يعني بشكل رسمي. هذا هو بحد ذاته يعتبر متغير نوعي واستراتيجي. وثم إصرار إيران على قيامها بهذه العملية وإصابة بعض الأهداف بالرغم من كل التحذيرات والوقت الكافي ووجود عدة جدران أمنية يعني نصبت وتعاون دولي كبير مع إسرائيل، مع ذلك أصابت بعض هذه المقذوفات أهدافها، مما يعني أن هذه المقذوفات استطاعت اختراق الأمر. أنا أعتقد أن الخطوة خطوة نوعية توازن الحدث الذي حصل في القنصلية. الصواريخ الإيرانية والمسيرات عبرت الأجواء العراقية، لم نسمع على الأقل حتى الآن موقف عراقي واضح. هل هذا يعني أن العراق جزء من هذه المواجهة؟ كما تعرفون العراق له موقف متقدم في نصرة الشعب الفلسطيني في التضامن مع فلسطين، ولكن موقفنا الحكومي الرسمي السياسي لسنا مع استخدام الأراضي العراقية لعمليات عسكرية. بعض الأخوة في الفصائل كان لهم وجهة نظر واستخدمت هذه الأراضي، ثم بالحوار معهم يعني تم إيقافها والدخول في هدنة منذ شهرين لعدم إحراج الحكومة كما صدرت من الفصائل بيانات بهذا الشأن. لذلك نحن لسنا مع إقحام العراق في عمليات عسكرية من هذا النوع، ولكن هو معروف أن هذه المسيرات كما تجاوزت الحدود العراقية كان بعضها أيضا تجاوز الحدود السورية والأردنية ولعل دول أخرى، وبالتالي وصلت إلى ما وصلت إليه. ولكن الأردن كان له موقف واضح أنه يسقط أي مسيرة سواء من الجانب العراقي أو أي طائرات تنطلق من إسرائيل، وبالتالي يحافظ على سيادته وعلى استقراره. يعني نحن حريصين على استقلال العراق وسيادته، لكن تعرفون أننا في طور بناء منظوماتنا الجوية الدفاعية وغيرها من التفاصيل، وبالحقيقة هذه المسيرات
يعني هي عبرت من العراق لكن مبدأها ومقصدها كان واضح، والعراق ما أراد أن يكون طرفا في دخول في هذا الجانب. طيب، العراق بلا شك هو أرض يعني اشتباك مفتوحة بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ثمة فصائل عراقية منخرطة في هذا الصراع بأوامر إيرانية. إلى متى سيظل العراق ساحة وأيضا رهينة لحسابات خارجية؟ هذه الفصائل لا تدعي أنها تقوم بهذه الأعمال بأوامر جهات خارجية، وإنما بقناعة لاستعادة سيادة العراق. قد نختلف معهم في هذه الجوانب، ونتمنى أن نصل إلى اللحظة التي تكون الدولة العراقية قادرة على استتباب، يعني على مسك الملف الأمني بشكل كامل والسيطرة على السلاح بشكل كامل. الدول التي تدخل في حروب أهلية، في مشاكل، تكون لديها قوة ثورية، ما بعد الحروب يعني تواجه مثل هذه الإشكاليات. نحن مع سياسة الاحتواء لمثل هذه المجاميع والفصائل، وليس سياسة الكسر، لأنها باهظة الثمن وقد تؤدي إلى مضاعفات كبيرة، ونحن في طور البناء وترتيب أوضاعنا الداخلية. لاحظنا أن هذه الفصائل تعاطت بمسؤولية كبيرة حين دخلت في الهدنة لعدم إحراج الحكومة، وبالتالي هي اتخذت بعض المواقف، وتم إصدار بيانات استنكار رسمية من قوى سياسية ومن الحكومة وما شابه ذلك. طيب،